تحقيق الهدف 15 شغل العالم الشاغل هو أحد أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحفاظ على الحياة في البر. والحفاظ على الحياة في البر يعني بحسب موقع فورم حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها، مكافحة التصحر، وقف فقدان التنوع البيولوجي، وإدارة الغابات على نحو مستدام. الغابات تغطي ما يقرب من 31% من مساحة العالم، وهي موطن لأكثر من 80% من جميع الأنواع الأرضية من الحيوانات والنباتات والحشرات. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن فقدانها، وعلى أقل تقدير، اختفاء لسبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة للانبعاثات الكربونية وتدهور للأراضي. من هنا أثبتت التكنولوجيا قدرتها على تغيير قواعد اللعبة. كيف؟ عبر عدة ابتكارات مستحدثة، منها بحسب موقع مونجا باي تقنيات الذكاء الاصطناعي المراقبة لأنشطة إزالة الغابات والداعمة لجهود الحفظ، الطائرات دون طيار لمراقبة الحرائق وإطفائها وتوصيل المياه إلى المواقع المتضررة، الأقمار الصناعية والتقدم المستجد في تكنولوجيا التصوير المساعد على رؤية كل غابة وكل شجرة على حدة. طالما أن إعادة التشجير ممكنة والابتكارات التكنولوجية في إعادة التشجير متاحة، فلما الخوف على الغابات؟ لأن إعادة التشجير تتطلب استثمارات مالية كبيرة للحصول على البذور والصيانة طويلة المدى، ولأن الوصول إلى التكنولوجيات المتخصصة ليس بالأمر المتاح للجميع، ناهيك عن أن تغير المناخ والأحداث المتطرفة مثل الجفاف والحرائق تؤدي إلى تعطيل إعادة زراعة الغابات بحسب الواشنطن بوست.